وفي البداية أرحب بزميلتي فاطمة نبيل التي انضمت مؤخرا لأسرة المذيعين بقطاع الأخبار، وهذه أولى نشراتها على التلفزيون المصري. شكرا لك جورج، أهلا بكم مشاهدينا الكرام على القناتين الأولى والفضائية المصرية بالتلفزيون المصري. تفاصيل الأخبار. تنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى المخاصمة التي أقامها كل من أنور صبح درويش الصادر لصالحه حكم بحل مجلس الشعب والنائب السابق محمد العمدة، ويستند درويش في دعواه الجديدة إلى أنه لم يطعن على ثلثي المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية ولم يطلب حل البرلمان برمته، بل طعن فقط على عدم دستورية ترشح المنتمين للأحزاب على المقاعد الفردية. أما العمدة فقد أسس دعواه لمخاصمة المحكمة الدستورية على خروجها عن حدود اختصاصها الذي ينحصر في تقرير مدى دستورية القانون من عدمه، بجانب قضائها بما لم يطلبه الخصوم وتصديها لثلثي المقاعد الحزبية دون أن يطعن عليها المدعي في الدعوى الأصلية. على جانب آخر، تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم دعوى الطعن بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى، وتتلقى هيئة المفوضين المذكرات من الخصوم قبل إعداد تقريرها النهائي وإحالته إلى المحكمة لتحديد جلسة لنظرها.